عامل نعم اليوم الصبح انا طلعت بعد عن واحد يعني لقيت شغل اني اشتغل فيه اطيق فيه عشان اقدر اصلح اولادي وابلش يعني اتذكر الناس. نعم فقلت له دوري الشرطه هويتك، قلت يا عمي تفضل، قلت انا والله يا سيدي مالي هي شعار. نعم اجى اخذني، اخذونا على مركز امن الحسين، نعم حكينا مع الدكتور هاني الاعلامي هاني، نعم قالوا يا عمي هيك كثر الله خيره والله ما قصر يعني ربنا الله. نعم قعدنا عندهم فوق الساعتين واجوا روحوني من المركز، هم مدير مركز روحني روحونا من المركز. طب هذا الشعار يعني احنا بس انه بس نورديه للدوريه انه يعملونا زي هيك. طب وانا يا عمي اروح بقول لك ليش تضل داير بالشوارع؟ طب يا عمي انا طلعت اشتغل بدي اجيب خبز لاولادي. سامر بعد والله يا اخوي، والله يا اخوي خالد، يا اخوي خالد يعني هاي النقطه يعني حكيت فيها قبل شويه، معلش والله يا اخوي نبيل، احنا هذه المشكله كمان يعني انا كنت بتحدث قبل قليل بهذه النقطه، انه يعني التنفيذ القضائي، اخواننا التنفيذ القضائي واجهزتنا الامنيه، بما انه الان في اشعار وقفتك دوريه، الان المفروض الدوريه هي على الجهاز الدق، يعني احنا ماشي اوكي احنا مع القانون وتحت القانون، بيقول لك اذا نزل عليك طلب جديد، طيب ما انت دق على يعني وانت موجود يعني خلال 5 دقائق دق على الطلب، ما نزل طلب جديد اترك الشخص، ليش تاخذه وتبهدله ساعتين وثلاث، بلكي واحد شخص رايح على مستشفى، بلكي شخص رايح على امر ضروري، بلكي واحد ماخذ مرته يا اخي يشتري لاولاده يتبهدل كمان قدام اولاده، ليش بده يطلع يشتغل؟ اتركه يشتغل، مش انه كمان تاخذه ساعتين ولا ثلاث وبدها واسطه ويقعد ساعتين واربعه ويروح ممكن ينام ليله او ليلتين، ليش اللي بصير قاعد؟ هذا اللي قاعد بنحكيه احنا، المزاجية بتنفيذ القرار، ليش؟ في قرار واضح وصريح. انت عليك انت 41، كنت عمل علي 41 طلب، انا صريح، كنت عمل انا بدي هذا التاريخ 18 شهر. نعم. انا يوم الصبح روحت من التسجيل، واعطونا قالوا لي عملت وحكينا مع بعض الضباط، قال بس اعطينا دور الشرطة. في عليه رقم الضباط. نعم نعم معي نفس الاشعار، نعم. اليوم الصبح نفس تكون الساعة 9 الصبح. بكره يا سيدي انا هيك قال لا عليك 41 طلب تفضل معك، قلت انا بكل احترام يعني نعم احنا مش قص، هو اكيد كل بكل احترام واحنا تحت القانون وهم بينفذوا قانون، احنا ما عندنا مشكله، ولكن انت ما دام اخذت الاشعار يا سيدي دق على هالجهاز، اذا ما نزل عليه بعد تاريخ 18 الشهر او بعد تاريخ 17 الشهر او تاريخ على اليوم واحد ما نزل عليه طلب، اترك الشخص، ليش تاخذه على المركز الامني وتقعد تبهدله قدام اولاد، بلكي يعني امر مستشفى امر ضروري، زلمه طالع يشتغل. والله اليوم والله لو تأخرت عشان يعني شغلي اليوم ما أخذت هاي قطع رزقك يعني طب ما هو تقول طلعتوني عشان والله إني أنا بقى 13 ساعة عندي كاريرة حسبي الله شكرا لك اخوي خالد، وصلت رسالتك، وان شاء الله يعني هذه من النقاط اللي حكيت فيها انا قبل شوي، بنرجع نكررها انه يا اخوان التخفيف على الشعب الاردني. شكرا يا اخوي خالد، شكرا لك. دكتور سامر، في المحامي مامون الخباريتي بعت رقم، خليني اعمل معه اتصال بعد اذنك اخوي ابو خليل. تفضل يلا هنا نتناقش مع بعض. اخوان هي معنا الاستاذ مامون الكباريتي، الاستاذ مامون الكباريتي كمان كان له دور معنا في قبل فتره بقضيه المتعثرين، و كان من الأشخاص اللي كانوا راح يروحوا معنا على قضية المتعثرين في قناة رؤية. مساء الخير أستاذ مأمون. مساء الخير أهلين دكتور، طمني عنك إن شاء الله. طيب الحمد لله بخير، الله يمسيك بالخير. مساء الخير، مساء الخير عليك وهي المشاهدين معك والتليفون وصوتك ومعنا. دكتور سامر يمسيك بالخير أنت والمشاهدين والمتابعين كلهم. مساء الخير أستاذ مأمون. أنا لست إعلاميا ولا متعثر، انت البركة. انا بحب اعطي رأيي موضوع المتعثرين. احنا انا من حوالي سنة او اكثر طلعت باتري
انت متواصل، في اساتذه كثير ودكاتره واشخاص كثير تواصلوا. احنا اشبعنا حكي، نعم اشبعنا حلول، اشبعنا مطالبات. صدقت. فهل يا ترى الحكومه ما وصلها هذا الحكي؟ صدقت. هذا مستحيل. احنا الان قبل ما نطلب حل احنا بدنا جواب من الحكومه. نعم. الاستاذ طارق ابو الراغب وصف، وهو محق، وصف الحكومه بانها حكومه مرتجفه، انا اصفها بانها حكومه سلبيه. مطلب شعبي وطني يطالب فيه 15% من عدد سكان الاردن، مجرد ان الحكومه تطلع بث او مؤتمر صحفي او لقاء يعبروا انه احنا وصلنا مطالبكم، احنا بندرس مطالب، يعطونا راي، يعطونا انه احنا سمعنا. نحن كانه بنحكي مع الهوى، احنا ما سمعنا لا رد من حكومه، لا من رئيس ولا من وزير ولا من اي شخص يمثل الحكومه. حتى وزير الداخليه اللي هو مسؤول عن الامن في البلد واصدر قرار مخالف للدستور، حتى نقيب نقابه المحامين وكل الاجهزه الحقوقيه تعلن انه هذا قرار مخالف للدستور، ما عن ما تكلم وطلع بس يعبر او يعطي سبب مقنع مبرر ليش امنع تسجيل جوازات سفر. صدقت. نعم. ليش وزير اعلام مثلا ما بيطلع بقول انه احنا في عنا مشردين يحملوا الجنسيه الاردنيه خارج البلد؟ عندنا مشكله، عندنا معضله، عندنا مشكله، عندنا مصيبه. نعم. المواطن الاردني اصبح يعني المتعثرين هم اشخاص معدودين، لكن سيزيد، راح يزيدوا في ظل جائحه كورونا، راح يزيدوا اضعاف اضعاف. طب الحكومه هي مش بس مرتجفه، هي حكومه صادمه. زادوا خلاص استاذ الفاضل، زادوا خلصوا صاروا اكثر من مليون متعثر. انا من وجهه نظري انا الحكومه لما كانت قضيه المالكين والمستاجرين ما تدخلت الحكومه واعطت مهله 10 سنين؟ نعم. وانحلت القضيه بعد هيك، لا مستاجر مات ولا مالك مات. اذا المتعثر بيطلب سنتين، الحكومه ايش المانع عندها؟ بعدين هناك يعني انا بدي اعطيك حل بسيط. محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن أصدرت قرار إنه في حال وجود قانون لمعاهدة دولية يتضارب مع نص قانون وطني، على القاضي أن يطبق قانون المعاهدة الدولية. ونص المادة 11 ينص على عدم حبس المدين. صدقت. سيادي القضاء وهم نزيهين وقضاءنا معروف بالنزاهة، الحمد لله، ما بيطبقوا هذا ولا علما انه من صلاحيتهم، علما انه انت بتطبق قرار محكمة التمييز. انت امامك قرار محكمة التمييز بحكي انه في حال تعارض قانون وطني مع معاهدة دولية يطبق قانون المعاهدة الدولية في قضية التنفيذ. اذا اي قاضي تنفيذ عنده الصلاحية بعدم إجابة طلب حبس المدين. طيب ليش اللي بيصير العكس يا أستاذ مأمون؟ يطبق قانون. طيب ليش اللي بيصير العكس قاعد؟ كيف؟ ليش اللي بيحصل قاعد العكس؟ اللي بيحصل إن الحكومة ما بتحق. ليش؟ وفي متنفذين. هذا المشكلة. أنا بدي أحكي لك إياها. قد يجوز إن الحكومة ما تنظر للمدينة الشخص، تنظر للمؤسسات الربوية، تنظر للبنوك، هذول المتضررين. حطيت ايدك على الجرح. نعم. الحكومه ما بتنظر لي انا اذا بدي من الدكتور سامي زيوت مثلا، يعني على سبيل المثال 2000 دينار، هي ما بتنظر لي ولا بتنظر لك، تنظر اذا انا مدين لبنك بمبلغ 10,000 دينار، اذا هي رفضت حبسي مثلا هي اضرت في هاي المؤسسه. يعني هاي الحكومه وكأنها تعمل لدى المؤسسة. يعني احنا يعني بصراحة وبكل وضوح بنحكي هذه الحكومة ليس حكومة شعب، هي حكومة مؤسسات ومتنفذين مصالح خاصة. حكومة مؤسسات. نعم. وانا محامي، انا محامي ودرست هذا الحكي كثير. انا ما لا اعترض على قرار القاضي
لا لا قدر الله، لانه هذا قاضي يبنى لي ويطبق القانون. لكن انا انوه انه هناك قرار في محكمه التمييز على القاضي في حال تضارب ما بين نص قانون وطني وقانون معاهده دوليه ان يطبق قانون المعاهده الدوليه، والقرار لا يفرض على القاضي لكن يمنح الصلاحيه. طيب استاذ مامون، انت يعني كنت اخيرا يعني في قوقعه هذه القضيه، وصدر قرار من محكمة التمييز بسمو المعاهدة الدولية، وكان تفسير المحكمة الدستورية بإقرار هذه المعاهدة. كان تفسير اللي صدر أخيرا بخصوص المعاهدات الدولية بإقرار هذه المعاهدة والعمل بها. نعم وقاضي التمييز وقاضي التنفيذ، وأنا مسؤول عن كلامي، لو أصدر قرار واعتمد على نص المادة 11 من المعاهدة الدولية كونها معاهدة دولية وتسمو على القانون الوطني وطبق هاي، فهو يطبق قانون هذا القاضي ضمن صلاحيته. لكن هناك، ولست عند القضاء، لكن هناك أيادي خفية تسعى لمصلحة المؤسسات الربوية. البنك لما انت بتشتري بيت من البنك برهنه البنك وبياخذ منك كفلة. انت قبل ما منحتني القرض انت اخذت الضمانات اللي بدك اياها. نعم. لكن انت بعد ما انا اتعثر تقول هاي الضمانات مش كافية. الكفيل ما عنده. طب اذا انا كنت موظف دولة او موظف مؤسسة خاصة او عامة مثلا. نعم. وطلعت من شغلي وانا ما اخذت قرض. طب انا اخذت القرض بناء على وظيفتي. طب انا الحكومه طلعتني من وظيفتي تيجي انت تحبسني؟ مين تامين؟ خلي التامين مش بس على الوفاه، التامين على متعه التعثر كمان. في حالات قانونيه انه الانسان يعني اذا انت اخذت قرض وبعدين انا محامي وكنت محامي بنك، كان يجيني متقاعدين يكون مثلا خلص مدته وحالوا للتقاعد. أستاذ مامون، يعني كمان بغض النظر عن الكفيل، البنك حافظ حقه لعدة مرات. يعني حتى أنت حافظ حقه طبعا، البنك لما بيأخذ يعني لما بيمنحني قرض عقار أو لسيارة، أنت بحث العقار أو السيارة، طب أخذ العقار ليش تحبسني؟ بالضبط. وليش تطالبني بأكثر؟ ليش بعدين ليش تطالبني بفوائد على الفوائد؟ صدقت، ما هذا الكلام اللي احنا بدينا. البنك اذا كان 30 بوصل ل100. وبقول لك ليش الشعب الاردني تعثر. انا حكيت لك في بدايه كلامي دكتور، هاي القضيه اشبعناها حكي. نعم. الاستاذ طارق ابو الراغب شرحها بتفاصيلها اكثر من مره. نعم. شرحها بتفاصيلها. مشكور. نعم. حكيت عنها كثير. نعم. ناشطين حكوا عنها كثير. اذا القضيه واضحه. أنا اتصالي ما بحكي، أنا عندي حكي كثير عن المتعثرين. صدق. عندي حكي كثير عن الحلول، وطرحت لك حاجة، قلت لك الحكومة تدخلت بين المالك والمستأجر، وقفت مهلة للمستأجر 10 سنين، لأن المستأجرين كانوا متنفذين في هذاك الزمن. وبتعرف من أسباب تعثر كمان هو قانون المالكين والمستأجرين الغلط؟ أكيد، لأنه أصلاً قوانين بعدين كل العالم. الدكتورة رولا محبوب وهي عضو مجلس النواب سابق، نعم، طلعت وحكت انه نص المادة 22 في خطأ في معضلة قانونية. القانون وضع لتحقيق العدالة. نحن هنا في الأردن القانون. صدقت اخوي احمد الصرخي، اعطينا وقت بس شوية بترن، ما اعطينا وقت. استاذ مأمون، بتطبيق القانون لما القاضي التنفيذ بيطبق نص المادة 22 من قانون التنفيذ، هناك في إهدار للعدالة في تطبيق هذا القانون. والقانون هذا قانون وضعي ولست قرآن كريم يمكن أن يعدل. صدق. والوضع القانون مش معصوم عن الخطأ. اللي عنده كمبيالة وحكيناها أكثر من مرة، اللي عنده 4 كمبيالات ممكن ينحبس مدى الحياة، والعقوبة لو افترضنا أنها عقوبة يجب أن تكون على قدر الفعل. ليس من المعقول أن نحبس شخص مدى الحياة
على دين 4-5000 دينار. إذا هناك خطأ ومعضلة قانونية في هذه القصة المادة يجب أن تعدل. أنا ما راح أكمل في قانون في موضوع المتعثرين. أنا اللي بحكي إنه الحكومة من وزير من رئيس الحكومة إلى وزير لا معالي وزير العدل لا معالي وزير الداخلية، نص مليون شخص بناشدوا وبيحكوا من الأردن ومن خارج الأردن، ما سمعنا رد، ما سمعنا شخص يمثل الحكومة يرد علينا. هذا صلب الموضوع. شو المطلوب؟ يعني نصعب الأمور. إحنا دولة أمن، دولة تحت الراية الهاشمية، نحترم الأمن ونحترم القانون، مؤسسات وقانون. نعم الملك. نعم، لكن إحنا نحكي، أنا ما رح ما بتكلم بالحلول بالقضية، قضية أشبع الكلام، بس أنا بقول إحنا بدنا مسؤول حكومة، مسؤول رفيع، وزير عدل، وزير إعلام، رئيس حكومة، مش قليل علينا إنه يطلع يحكي معنا. استاذ مامون، بدي اسالك يعني خلينا يعني شويه من الشعب، في سؤالين بدي اسالك اياهم بخصوص قرار المجلس القضائي وتنفيذه والتجاوزات اللي قاعده بتحصل عليه، والنقطه الثانيه الاعلام الاردني. بجوز كنت انا وياك مدعوين لحلقه الاسبوع الماضي عن قضيه نعم. المتعثرين، هل نعم الغيت هذه الدعوه من متنفذين، ولا هو السبب كما ذكر هو جائحة كورونا اللي هذا راح نوصل له أنا وياك إن شاء الله خلال الأيام القادمة؟ هذا لغاية الآن لم يظهر على حقيقته، لأنه هي ما ألغيت، أنا بعثوا لي رسالة إنها تأجلت. تأجلت، وأنا نفس الكلام، هي تأجلت، ولكن السوق. فإذا هم بدهم يأجلوها هذا ما بنقدر نستبق الأحداث فيه. نعم. على رغم إنه أنا عندي شك إنها ألغيت. نفس الحديث. أنا أعتب على الإعلام والتلفزيون الأردني والمحطة. صدقت، وأنا كنت لابس وجاهز وبدي أطلع للمحطة. على أي حال إحنا هذه رح نحكيها معهم، بس إحنا عتبنا على الإعلام الأردني اللي ما بيسلط الضوء على هذه القضية، قضية الشعب. أنا لما بحكي معي معز برنامج وأنا جاني 4 تلفونات غير تلفون حضرتك. نعم. بأكدوا علي الموعد وحكوا لي 28 دقيقة بالتحديد. نعم. وبعد ساعة بلغوا الموعد كله. قبل بساعة وصدقت. نعم، قبل بساعة بلغوا الموعد كله. أنا أعتب عليهم، هذا موضوع خارج عن قانون عن المتعثرين، لكن أنا بعتب عليهم. أنا ليش حكيت؟ يعني أنا احترمتكم، أنا كان بإمكاني كمحامي تحكي معي 4:30 تقول لي على 8:30 بدي إياك تكون عندي بالإذاعة، كان بإمكاني أنا أحكي لك أنا مرتبط، أنا لازم تبلغني قبل بيوم. صدقت، لكن أنا احترمت رغبتك واستعديت للحضور. هذا الكلام اللي راح نتحدث فيه معهم ان شاء الله بكره بموضوع البث. واحنا ما كنا حاشي لا من القضيه ولا من الاذاعه ولا للحكومه، احنا كنا حنعبر عن راي. انا محامي ومسؤول عن كلامي. صدقت، وانت دكتور ومسؤول عن كلامك. نعم نعم، ما كنا حنطلع بس تنسيق. اكيد اكيد، بس انا اللي بحكيه الان يعني انه عندي يعني احنا يجب علينا، انا لست متعثر ولست اعلامي، لكن اعتبرني ناشط في هذا الموضوع، اعتبرني متعاطف مع الشعب الاردني، اعتبرني محامي ومر علي هذا هاي التفاصيل والاحلام. صدق. لكن انا من وجهه نظري يجب ان تشكل لجنه مثلا، وهاي اللجنه يجب ان تقابل مسؤول صاحب قرار وتاخذ منه جواب. ان شاء الله يعني هاي المدين المتعثر غير قادر عن السداد، هناك مدين ممتنع عن السداد، الدائن في حيرة من أمره، إلى متى سيستمر منع الحبل؟ إلى متى سيستوفي ديني؟ إذا أنت بتحل مشكلة دائن ومدين لما بتحكي للمدين بعد سنتين تأخذ دينك أو تحبس مدينك. صدق. حتى الدائن لا تخليه في حيرة من أمره. إذا أنا بدي من الدكتور سامر 2000 دينار، بدي من الدكتور سامر 2000 دينار، لا تخليني محتار ان الدكتور سامر رايح جاي قدامي. انا ما بقصد طبعا. صدقت لا معك، رايح جاي قدامي وما في حدث، وانا من جوا مش عارف ايش بدي اتصرف. لكن انت لو قلت لي الدكتور سامر بعد سنتين يا بيعطيك يا بالحبل، اذا انت هون ريحت ضميري، ريحت قلبي، وبحل قضية شعب، بحل قضية شعب كامل. حتى انا كمدير إذا أنا كدائن إذا حدثت المدين، لما ينحدث ما هو أول سنة خلص ما أقدر أحدث. متى السنة الثانية؟
مظالمه. وشو استفدت؟ لما تعطيه سنتين هو ممكن يضل خايف. صدق. وانا متأكد ان المتعثر اذا اعطيته سنتين راح يقطع عن اولاده مقابل سنتين. انا محامي بعرف السجن وبعرف الناس. انا ياما ناس باعوا عكس بيته مشان يوفروا قضايا مشان ما يوصلوا لبعض. صدقت وجزاك الله كل خير أستاذ بابون. في سؤال الثاني بخصوص قرار المجلس القضائي الآن، يعني إحنا نحترم القضاء الأردني وقرار صدر مع العلم، يعني إحنا الأشخاص اللي فوق 100,000 يعني أو 100,000 جزائي أو 100,000 تنفيذي كمان هم متعثرين، حكينا بهاي النقطة. بس هلأ نقطة إنه يعني الآن قاعد بيأخذ إشعار، أنا شخصيا مثلا روحت أخذت إشعار والقرار واضح المفروض تحت 100,000 جزائي وتحت 100,000 تنفيذي. الآن لا يطبق بحذافيره، يجمع على أنه 100,000 جزائي وتنفيذي مع بعض، هذا واحد. اثنين، بياخذ الإشعار، أخذت الإشعار مبارح، اليوم بطلع مثلا بدي أشتغل أو ماخذ ولادي على مستشفى، بتوقفني دورية، إيه والله بدنا نأخذك ندقق عليك.